سمك يا سيدي. تفضل قوي. شكرا، فرصة طيبة، تشرفنا بالمعرفة، اللي يخلي لي اياك يا رب. جراتسي، مع السلامة. الله معك، مع السلامة، تشرفنا. تفضل. بالمناسبة أنسى جمانة، أنا ما دقت مثل أهلك بحياتي. على فكرة أنت صاروخ حقيقي، قنبلة موقوتة، فتنة خلابة. اللهم أجيرنا، خليني أهرب أحسن شيء. الله معك، الله معك بسيطة طرقي. مع السلامة. بونسوار. بونسوار مسيو، اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. حضرتك المسيو الشربي صاحب المحل على ما اعتقد. ايوه، اي خدامي. انا اسمي مراد طرني، وعندي خاتم الماس نفيس حابب بيعه. على عيني، ممكن تشوفه اذا تفضل. الحقيقه هالخاتم تقيل وغالي شوي. يعني قديش بتقدر سعره؟ يا سيدي أنا بشتري منك بسعر نهائي. ₺400,000. مو قليل هيك مسيو شربيل؟ يعني لا تنسى إنه هالماس أفريقي وصقل طلياني. بعرف مسيو مراد، بس أنا مصلحتي اشتري منك ب₺400,000. تفضل. بس هذا بالمؤاخذة مسيو شربيل، انت عم تعطيني سعر وكأنه الخاتم مسروق. لا 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 ابدا، مو هذا الاصل. طيب حبيبي، حتى تطمن اكثر، انا معي شهادة المنشأ، دايموند سيرتيفيكيت، قيمة الشراء ₺700,000، اي ما يعادل $14,000. معك حق مسيو طرني، الخاتم ما لي اشكالات ابدا، والسعر مكتوب بالقسيمة، بس انا ما بقدر ادفع اكثر من هيك ابدا. يعني هذا اخر كلام؟ اي والله يا حبيبي. نيفر مايند، اتس اوكي. واقع السعر؟ أمرنا لله مسيو شربيل، تفضل. على عيني، بس عدم المؤاخذة ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. طالما أنت شاري الخاتم بالغالي، فليش عم تخسر فيه كل هالمبلغ الكبير؟ لأنه بصراحة لازمني مصاري، ومشان هيك تساهلت معك. إيه، الله يفرج علينا جميعا. آمين يا أرحم الراحمين. تفضل مسيو طرني. شكرا مسيو شربي. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شرفنا بالمعرفة. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. جراسي. جراسي. Thank you a lot. Welcome.